أهلا بكم في فضاء حر. بعد أكثر من 3 أعوام من التدخل العربي في اليمن، بلغت الأزمة الاقتصادية حد الكارثة والمجاعة. خرجت الجماهير منددة بهذا الوضع الذي لم يعد بالإمكان تحمله. في المظاهرات الشعبية التي خرجت في عدد من المحافظات، رفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والتحالف للمطالبة بتحمل مسؤوليتهما إزاء الكارثة الاقتصادية التي تعصف بحياة اليمنيين. في تعز قال المتظاهرون: لا نريد معوناتكم، نريد مواردنا. هي إشارة إلى الوصاية التي يفرضها التحالف على الحكومة ومنعها من إدارة موارد البلاد. يسيطر التحالف وميليشيات تابعة له على عدد من مصادر الثروة، يمنع الحكومة من التصرف بها كميناء عدن ومنشآت الغاز في شبوة. أكثر من ذلك، ميليشيات تابعة للتحالف تمنع الحكومة من العودة إلى العاصمة المؤقتة وممارسة أعمالها من هناك، وهو ما تسبب ببقاء الحكومة غير قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي وصلت حد المجاعة. بالمقابل، لا ينفك التحالف يعلن عن مليارات الدولارات التي صرفت خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنها لم تجد طريقها للناس، وهو ما يشير إلى خلل في أداء الحكومة وفساد كبير يجعل من أي دور للتحالف يبدو جهدا ضائعا ولا فائدة من ورائه، كما يشير إلى أن المشكلة يمنية بالأساس. لماذا يحمل اليمنيون التحالف مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في البلد؟ ما هو موقع الحكومة الشرعية في هذه الأزمة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محل نقاشنا هذا المساء مع كل من الخبير العسكري العميد حسن الشهري من الرياض، ومن نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيادة العميد: من الذي يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، تحية لك ولأستاذ إبراهيم ومشاهدي القناة. أنا أعتقد أن هناك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية نجحت، هذه العوامل خصوصا بالداخل في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، أيضا النفسي الاجتماعي. العوامل الخارجية داعمة للكهنوت مع الأسف الحوثي التي كانت السبب في كل ما حدث في اليمن، على رأس الداعمين اللي هم القيادة الإيرانية والعصابة الحاكمة في طهران، والتي ما استطاعت مع الأسف إلا أن تجعل من الأمة العربية شذر مذر في العراق والشام ولبنان، حاولت في البحرين ووصلت إلى اليمن مع الأسف، لكن وجدت أيضا مطية يساهم معها في ذلك. أيضا لا ننسى أيضا هناك داعمين مؤثرين في البيئة في الدوحة، في حول بدأت مع الأسف سلطنة عمان الآن تتخلت عن حيادها وعن النائب النفس، وأصبحت ضمن أو داخل الإطار، بالإضافة إلى الأحزاب الداعمة للإرهابية سواء في لبنان أو في العراق أو في الشام أو في خلافه. أنا أعتقد أنه لم يكن لهذه العوامل أن تنجح في إيصال اليمن إلى ما وصلت إليه لولا وجود أدوات لها في الداخل اليمني، سواء من الحوثيين أو من بعض أعضاء المؤتمر أو جزء كبير من المؤتمر الذي تخلى عن وطنيته وانضم للحوثيين، أو بعض مع الأسف أجزاء من الحزب الإصلاح أو من الإيصاليين في الجنوب. والضعف مع الاسف بل الوهن في اداء الحكومه اليمنيه في اعمالها خلال 3 أعوام الماضيه لم تستثمر في النجاحات وفيما قدمه التحالف من تضحيات، فاصبحت البيئه اليمنيه ضاغطه على الشعب اليمني، والمستفيدون هم المتلفدون فقط من اليمنيين مع الاسف، سواء في الاحزاب او في الانقلاب او في جهات معينه مدعومه من الخارج. هذا هو السبب. طيب، التحالف لا يتحمل مسؤوليه الانهيار الاقتصادي. يعني انا استغل مثل هذا البرنامج فضاء حر بان نقول الواقع بما انا اعتقد انه حقيقي يخدم البيئه اليمنيه، ونناقش هذا الجانب بموضوعيه. اين اذا مسؤوليه التحالف؟ يعني انت تتحدث عن الجميع، العوامل الخارجيه، الداعمون للحوثيين، ميليشيات الحوثي الانقلابيه، الحكومه، وضعت الكل، لكنك استثنيت التحالف العربي الذي تدخل في اليمن. أنا أعتقد أن التحالف قام بكل الأدوار التي يرى أنها مناسبة، وترك الشأن الداخلي للحكومة، لفخامة الرئيس و
دولة نائب الرئيس ولدولة أيضا رئيس الوزراء وللحكومة، لكنها مع الأسف ليس لديها برنامج. أيضا البنك المركزي بعد أن انتقل إلى عدن لم يكن لديه أدواته الحقيقية، المصارف تضارب وخارجة عن سيطرته. هناك هل كان يجب على البنك البقاء في صنعاء سيادة العميد؟ لا، لم يبقى. لو بقى في صنعاء كان الأمر أسوأ من ذلك، ولكن كان هناك فرصة ثمينة لم يتم استغلالها بخروج البنك واستقلاليته. افترض أن البنك يكون مستقل بالكامل، تصدر أوامر من شخصيات متنافذة على رئيس البنك المركزي في اليمن بصرف الملايين لشخص واحد من أجل أن يسافر لإجازة أو يخدم جهة معينة في مكان ما. القضية قضية فساد داخلي، ليس هناك يمن ينظر إلى هؤلاء المسؤولين بأمانة. أنا أعتقد أنه في الشباب اليمني في الخارج وفي الداخل من ذكور وإناث من يتحمل مسؤولية أكثر من أعضاء كثيرين في الحكومة الشرعية حاليا. مجلس الوزراء اليمني لا يقوم بواجبه على الأقل. سيادة العميد، كيف يمكن لمجلس الوزراء والحكومة العمل والقيام بواجبها إذا كانت الميليشيات الموجودة في مناطق سيطرة الشرعية تمنعهم من العودة؟ هناك تهديدات حقيقية لأمن الحكومة لا تستطيع معها العودة إلى العاصمة عدن، وقد شاهدت أنت ما حدث في يناير الماضي. وأنا تحدثت في بداية كلامي عن ذلك، إن لولا وجود مع الأسف من ساهم في أن نجحت هذه العوامل الداخلية في مثل هذا الأمر من اليمنيين أنفسهم، أحمد بن بريك، السيد أحمد بن بريك، بعض الشخصيات الأخرى مؤثرة. ومن يمول هؤلاء؟ واستثمرت أيضا دول التحالف. من يمول هؤلاء سيادة العميد؟ من الذي يمول المجلس الانتقالي؟ بحسب تقرير للأمم المتحدة يتحدث على أن الجماعات التي تقاتل بالوكالة عن التحالف في اليمن هي تمنع الحكومة من التواجد في الأراضي اليمنية المحررة. لم تعد التقارير الخارجية حقيقية. احنا نرى ما يحدث على الواقع. الواقع اليمني سببه من اليمنيين أنفسهم. مع الأسف ليس هناك سياسة وطنية يمنية لخدمة اليمن وليس لخدمة أحزاب أو أهواء. ما يقوم في بن بريك، ما يقوم في باعوم، ما تقوم في توكل كرمان لا يخدم المصالح، ما يقوم في حمود البخيتي، ما يقوم في الأحزاب بشكل كامل لا تخدم المصلحة اليمنية في الوقت الحالي. عليهم أن يتحدوا ويوحدوا وسائلهم ثم يصلون إلى أهدافهم لخدمة اليمن والقضاء على الكهنوت. لم يعد مع الأسف الحوثي عدو مشترك لكل اليمنيين. طيب، أطراف من اليمنيين. إذن يجب على اليمنيين التوحد في مواجهة هذه الأزمات التي تجري لهم. أنقل كلامك سيادة العميد وأسأل به ضيف الآخر المحلل السياسي إبراهيم القاطبي من نيويورك. أستاذ إبراهيم، يتحدث سيادة العميد على أن المسؤولية تتوزع على عوامل خارجية تدعم الحوثيين فيما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليمن، أولا أطراف خارجية تدعم الحوثيين ثم اليمنيون أنفسهم، لكن التحالف كما يقول سيادة العميد قام بواجبه على أكمل وجه. أنا في اعتقادي هذه معلومات مغلوطة. الحوثيون كما تعرف من وقف التغيير في اليمن هي المبادرة الخليجية، وعلى رأسها كان المملكة العربية السعودية. كان هناك تغيير سلمي في اليمن، أتت المبادرة. الحصانه، ومن ثم استطاعت الحصانه التي حصل عليها علي عبد الله صالح ان يتحالف مع الحوثيين من اجل قتل الشعب اليمني والدخول في حرب. هناك ايضا مؤشرات كثيره تقول انه حتى الانقلاب نفسه كان مخططا اماراتيا سعوديا من اجل الانقلاب ومن اجل تدمير قدرات اليمن ومنعه من التحول الى دوله ديمقراطيه، دوله ذات قيمه في المنطقه ودوله لها دور اقتصادي وسياسي في المنطقة. ومن ثم كانت هذه المشكلة الأكبر. لا يرمون الأعباء على اليمنيين، وهم من أتوا لتدمير اليمن، وهم من ساعدوا علي عبد الله صالح على التحالف مع الحوثيين، وهم من وقفوا الثورة والتغيير السلمي في اليمن، وهم من يقومون الآن بتدمير اليمن ومحاصرته من خلال محاصرة الموانئ والمطارات والدخول والخروج إلى اليمن.
يعني نحن نتحدث الآن عن أن الريال اليمني مقابل الدولار وصل إلى 780 ريالا، قد يعني يتعدى حاجز 800 ريال أيضا. هذا يعني حدثنا عن الآن، لا تعد بي بالزمن إلى الوراء، من المسؤول عن التدهور الحاصل الآن؟ هناك مسؤولية مشتركة طبعا، من الحوثيون جزء كبير من هذه المشكلة، وأيضا التحالف الإماراتي السعودي هو الجزء الأهم في هذه المعادلة، وهو من يضايق اليمنيين من كل النواحي. يعني كما تعرف هناك حصار للمدن، هناك حصار للموانئ، هناك حصار لكل المداخل والمخارج في اليمن، هناك تمويل الميليشيات التي ظهرت اليوم في عدن وفي حضرموت وفي شبوة وفي تعز وفي كثير من المناطق بدعم من قبل هذا التحالف. هناك مصادرة للشرعية ولحقوق اليمنيين، وايضا مصادرة للقرار السياسي والسيادي للجمهورية اليمنية. هناك حصار من قبل الأخوة في الخليج يحاصرون الموانئ اليمنية، يمنعون اليمني من الدخول والخروج إلى وطني، يدمرون البنية التحتية، يستهدفون المدارس والمستشفيات والطرق، يمولون الميليشيات. كل ذلك يؤدي ليس فقط إلى تدهور اقتصادي، وإنما إلى المجاعة وإلى الدمار الشامل الذي يحصل في اليمن. طيب، في هذه النقطة أسأل سيادة العميد، نقترب من العام الرابع على التوالي من تدخل التحالف في اليمن، هناك أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، ويعني تأخذ كل ما تبقى لدى اليمنيين من مقومات للحياة، أين دور التحالف في معالجة هذه الأضرار الجانبية للحرب؟ بداية مع الأسف هذا ما نحذر منه، أن يضع في اليمني من يكون هذا ما يريد أن يسوق لخدمة أعداء اليمن وليس لخدمة اليمن. وان جاوبته انت بانه لا يجب ان نرجع للماضي، فالماضي ابلج وهو الحق، اما الكلام الذي ليس له لزوم فهو لجلج، يخدم مخططات خارجيه لها ايادي في اليمن لخدمه هذه المخططات، ومنهم مثل هذا الكلام اللي نسمعه. مع الاسف لو كانت السعوديه والامارات خططت للانقلاب لما قادت المملكه الخليج العربي. نتحدث عن الان سياده العميد، نتحدث الان الحوار الوطني الذي سياده العميد اسالك عن الان، اربع اعوام من تدخل التحالف العربي في اليمن، اين دور التحالف في معالجه الاضرار الجانبيه لهذا التدخل؟ التحالف يقوم بما في وسعه، ولكن البيئة اليمنية ضاغطة عليه أكثر من ضغوط البيئة الدولية. نحن في التحالف نعاني من ضغوط الأمم المتحدة، الدول العظمى، مراكز الثقل في العالم، بل أصبحت الأمم المتحدة بسهولها هي من تهرب الأسلحة للحوثية اليمن والانقلاب. المخطط اكبر من استيعاب البعض في فهم ضغوط البيئه الاستراتيجيه في المستوى الدولي والاقليمي. سياده العميد، الم تكن دول التحالف مخططه لما ستواجهه قبل دخولها الى هذا، يعني الى هذا الوضع وتعاملها مع الملف اليمني، الم تضع في حسبانها هذه الضغوطات التي تتحدث عنها؟ عندما قامت عاصفة الحزم لم تقوم بتخطيط، قامت كضرورة، لم تكن خيارا. ودخول صنعاء وتخلي اليمنيين وفتح المجال لهم، بل تسليمهم الجمل بما حمل من قبل علي عبد الله صالح ومن في دائرته وأعدائه وأصدقائه. يا أخي، ما يدور في اليمن الآن، الشرعية تريد العودة إلى ما قبل سقوط صنعاء في 2014، الإصلاح يود العودة إلى ما قبل سقوط عمران، المؤتمريين يودون العودة إلى ما قبل ثورة 2011، الحراك الجنوبي يود العودة إلى ما قبل الوحدة المشؤومة عام 90. القضية البيئة اليمنية ضاغطة، ثم مع الأسف هناك شيانة في بعض الزعامات اليمنية التي لم تساعد التحالف. التحالف بذل السلاح والمال والرجال، اختلط في الدماء السعودية والإماراتية والبحرينية والكويتية بالدماء اليمنية على أرض اليمن الطاهرة، من أجل أن يعود اليمن، ليس لأن تخطط المملكة والإمارات لتدمير اليمن. هذا كلام لا يقوله مع الأسف إلا
من ليس له أجندة باتجاه يمن. طيب في هذه النقطة دعني أحولها إلى أستاذ إبراهيم القعطبي. سيد القعطبي، يعني تحمل، يعني يحمل التحالف هذه المسؤولية الكاملة، لكنه كما يقول العميد الشهري هناك دماء بذلت في هذه الأرض، وهناك أموال تدفع أيضا كما تقول تصريحات قيادات في التحالف. أليس من الأحرى تحميل الحكومة المسؤولية، حكومة البلد التي تمثل الشرعية؟ هذه مغالطات كبيرة من قبل الضيف الكريم. ليس الأمريكيين أيضا، إذا يعني من خلال مفهومه، الأمريكيين ذهبوا أيضا إلى العراق ودمروا العراق وقتل جنود أمريكان هناك. إذا كنا نتحدث على أن الجندي الأمريكي اختلط دمائه بالجندي العراقي وأن الدماء سالت هناك من أجل تحرير العراق ومن أجل يعني الازدهار العراق والديمقراطية، فهذه كذبة كبرى يعني. فلذلك أنا في اعتقادي أن الأهداف السعودية الإماراتية كانت واضحة بالنسبة لليمنيين، لكن اليمنيين عادة ما يسامحون الجيران على ما يرتكبونه في حقهم. هناك دعم للثورة، كان هناك دعم للأئمة ضد الثورة. الآن السعوديين ينطلقون من منطلق أنه سندعم من يكون تبعية للمملكة العربية السعودية على حساب الشعب اليمني، على حساب مستقبله. إذا كنا نتحدث أنه التحالف جاء من أجل استعادة الدولة ومن أجل مساعدة اليمنيين، فلننظر إلى الأراضي المحررة على سبيل المثال. عدن من يقومون فيها اليوم هي الميليشيات التي تدعمها السعودية والإمارات وتقوض الحكومة الشرعية. لنتساءل أين الحكومة الشرعية الذين يساعدونها؟ هي في الفنادق داخل الرياض، الرئيس لا يستطيع العودة إلى اليمن. هناك قواعد عسكرية اليوم في المهرة وفي سقطرة وفي كثير من المناطق اليمنية، ليس للحفاظ على أرواح اليمنيين أو من أجل استعادة دولتهم، وإنما من أجل نهب ثروات الشعب اليمني، من أجل أن يكون الشعب اليمني متناحرا مع بعضه البعض. يرمون أحيانا اللوم على الإصلاح، وأحيانا أخرى يلومون الحوثي، والآن يلومون الحكومة الشرعية. وكل ذلك يعني مغالطات كبيرة من أجل الاستمرار في استعباد الشعب اليمني، مصادرة موقعه الاستراتيجي الهام، يعني الاستيلاء على الموانئ وعلى الجزر كما هو ظاهر في سقطرة. هناك الآن قوات سعودية وإماراتية تحتل جزيرة سقطرة والجزر اليمنية الأخرى في البحر الأحمر. هناك دعم للميليشيات، هناك تقويض للحكومة الشرعية، هناك كل ما يقومون به الآن يدمر اليمن. دمروا البنية الاقتصادية، مولوا الميليشيات، قاموا بكل ما هو فقط يعمل شيئين: يدمر اليمن، يضعف الإنسان في اليمن، ومن ثم يحول اليمن إلى ميليشيات، أو المرتزقة في اليمن إلى ميليشيات فقط تابعة للإمارات وللمملكة العربية السعودية. وهذا ما يحصل بالأدلة في المناطق التي تسمى أنها مناطق محررة. طيب إذا سيادة العميد، سمعت ما تفضل به السيد القعطبي، لماذا يعني بعد ما طردت يعني طردت ميليشيات الحوثي من بعض المحافظات، ألم يكن من المفترض تمكين الحكومة بدلا من تصرف بمواردها، من بدلا من منعها من ممارسة مهامها من عدن؟ لماذا نرى هذا التقويض للحكومة اليمنية في المناطق التي يعلن أنها محررة؟ بداية ليتني لم أسمع من ضيفك إبراهيم في أمريكا من يساوي بين الدماء العربية الزكية في من السعودية والإمارات وغيرها من دول التحالف مع الدماء اليمنية في مع مشروع صليبي، فهو خارج عن التاريخ مع احترامي. لا أتحدى أن يثبت. لا نريد سيادة العميد، لا نريد شخصنة الآن هذه الحلقة. لا نريد شخصنة هذه الحلقة، أرجو أن نتحدث عن هذه الأفكار، تفضل. القوات السعودية تواجدت في المهرة، تواجدت في سقطرة من أجل منع مشاريع قادمة. لولا تواجد القوات السعودية في سقطرة لكانت قاعدة تركية، قاعدة عثمانية أو إيرانية. ولولا تواجد المملكة في المهرة هي لتثبيت الأمن هناك، لكان التهريب من صرفيت وشحن والغيظة
يمر من المأسق. سيادة العميد، سيادة العميد، كيف يمكن أن تتواجد مثل هذه القوات مع رقابة على السواحل اليمنية من قبل دول التحالف وكذلك من الحلفاء الأمريكيين؟ يعني كيف يمكن فهم أن تتواجد مثل هذه القوات على الأرض في حين أن ما حدث أن كانت هناك قوات إماراتية في سقطرى قبل أن تتواجد القوات السعودية، كذلك الأمر في المهرة؟ من أجل منع مشاريع أخرى ضد اليمن، لا يمكن قبول أن تكون اليمن إلا حرة مستقلة، ليس لدى المملكة العربية السعودية مشروع. المملكة العربية السعودية والتحالف لا يمنع الدولة اليمنية ولا يشكل لها عائقا في أن تقوم بواجباتها. الخلل في الحكومة وهذا ما بدأنا في كلامنا واليمنيين يدركون ذلك. هل هناك أسباب نجهلها؟ هل هناك أسباب حقيقية على الواقع؟ مرة أخرى سيادة العميد، لماذا الحكومة لا تريد أن تقوم بتصدير باستخدام موانئها؟ لماذا لا تريد أن تقوم بتصدير النفط والغاز؟ هذا الأمر ليس من مصلحة الحكومة أن تعطل نفسها، من مصلحة الحكومة أن تستفيد من هذه الموارد لدعم الميزانية اليمنية. لكن قوات مدعومة، سواء قوات من التحالف أو قوات مدعومة من التحالف، هي من تسيطر على هذه الموانئ والمصادر الإيرادية للدولة. هذا السؤال يوجه لفخامة الرئيس، للفريق علي محسن، للدكتور أحمد بن دغر. ما دخلهم الآن؟ هذه قوات من التحالف وقوات تابعة للتحالف أو تدعم من التحالف. هذا ما يقوله مع الأسف هذا ما يردد إعلام طهران والدوحة وإسطنبول. الخلل يماني، ليس للتحالف أي دور في منع مثل هذه الأمور. النفط يباع ونسبة من الحوثيين تؤخذ لبعض الجهات في الشرعية. تستطيع الحكومة اليمنية أن تستثمر في مسيلة، في جنة، في مأرب، في غازة، في نفطها، أن تقوم بالتصدير من خلال ميناء الزيت في عدن، أن تقوم بكل واجباتها في خدمة مصلحة الشعب اليمني. الخلل في الشرعية. سيادة العميد، يعني قبل أيام سيادة العميد لنتحدث بالوقائع، قبل أيام كانت هناك باخرة محملة بالنفط منعت من الاقتراب من ميناء بالحاف يعني تشحن بالغاز وتم الرمي عليها من قوات إماراتية. نحن نتحدث هنا الآن عن وقائع. أتعرف لماذا؟ لماذا؟ تفضل. أشخاص محسوبين لأشخاص محسوبين على الإصلاح وعلى الانفصاليين، وبالتالي ليست للشعب اليمني ولا بد أن توقف مثل هذه الشحنات. يعني هل لدى التحالف الحق في منع هذه البواخر التجارية في أراضي يمنية؟ ومن ثم تقول للحكومة أن عليها أن تقوم وتفعل نفسها وتلقي المسؤولية عليها، كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ إذا كانت لخدمة المشروع الإخواني أو الانفصالي نعم، على التحالف أن يمنعه، وهذا ما يحدث مع الأسف. ليس لدى الشعب اليمني الشقيق مع الأسف، أصبحت رؤية الانفصال أشهر من أن يدلل عليها، وبالتالي الجنوبيين يرون أن ما يقوم فيه حق، وأن الوحدة التي قامت عام 94 هي احتلال وليست وحدة، وأن الوحدة التي قامت عام 90 كانت بين قيادتين سياسية أو بين شخصين وليست برغبة شعب معين. الآن لدينا بيئة مختلفة، لدينا ثلاثة مرتكزات ليمن موحد. على اليمنيين في دستورهم أن يضعوا ما يخدم المستقبل اليمني، بأن يكون يمن موحد بإقليمين شمالي وجنوبي، باستقلال ذاتي، حكومة مركزية، يفعلوا ما يشاءون، لا أحد لم يتدخل في أحد. الآن نتحدث عن يمن موحد. لا يجوز لقطر أن تتدخل، لا يجوز اليمني أن يستثمر في المال القطري القدر، لا يجوز أن ردد ما يردده الأعداء في طهران وأنقرة والدوحة، لا يجوز أن نتعاون مع الميليشيات الإرهابية في جنوب لبنان، وأن يكون إعلامنا من هناك يمني مع الأسف، أو بعض القيادات في الانفصال. سمعت هذه اللقاءات سيادة العميد، أنقل هذه اللقاءات التي تفضلت بها إلى أستاذ إبراهيم. سمعتها أستاذ إبراهيم، هناك يعني الدول التحالف تقاتل في اليمن من أجل استعادة الشرعية كما يقول العميد وكذلك آخرين، لكن ما الذي يدفعها إلى عمل الحكومة إذا لم تكن هناك خلافات بينية داخلية وهناك استثمار خارجي لهذه الخلافات؟ أولا أود أن التعليق على ما ذكره الضيف في البداية. أنا أتكلم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة العظمى الذي تحميك وتحمي عرشك، وكما قال الرئيس ترامب لولا حماية الأمريكان لما سقط عرشك.
أرجو أن لا ندخل في شخصنة هذه الحلقة، تفضل بالرد على السؤال. السؤال هنا، نحن الآن الضيف تحدث عن دولتين، عن انفصال، يعني لماذا يمولون المجلس الانفصالي الجنوبي الذي الآن يقوض الحكومة الشرعية التي هي لديها قرارات دولية معترف بها من قبل العالم، والتي كما يقول التحالف العربي أجا من أجل استعادتها هذه الشرعية، الآن تقوض في المناطق الجنوبية. يمنعون يا أخي الطيران اليمني من الهبوط والبقاء داخل أراضيه وفي مطار عدن، يمنعون يعني سمعت قبل قليل لسيادة العميد، سمعت سيادة العميد قبل قليل قال إن هناك لا، يعني ليس من المفترض إذا كانت تدعم المشروع الإخواني والمشروع الانفصالي يجب للتحالف منعها، هكذا قال العميد قبل قليل. نحن نتكلم عن أي مشروع أخواني وأي انفصالي، نحن إذا كنا نتحدث عن حزب الإصلاح فهذا حزب يمني ليس له مشروع انفصال وليس له مشروع ماليسيات وليس له مشروع تقويض الأمن والسلم في اليمن، وإنما هو جزء من الشرعية وجزء من التحالف الذي ضد الانقلاب الحوثي في اليمن، فلذلك يجب أن نسمي المسميات بأساميها. الأخوة يعني يبحثون على كل أعذار من أجل تحميل الشعب اليمني معاناتهم، هم من يحاصرون في مطاراتنا في الريان في الريان وفي حضرموت وفي عدن وفي كل مناطق اليمن، هم من يمنعون باخرات النفط من الدخول والخروج، الآن يمنعون شركات النفط من التنقيب ومن ضخ النفط إلى خارج اليمن من أجل بيعه والاستفادة من مردوده، هم من يحاصرون اليمني، يقوضون الحكومة الشرعية، لماذا لا يعملون على منطقة خضراء داخل عدن لاستعادة الشرعية؟ يا أخي لا يعقل أن هناك في التاريخ أن رئيسا شرعيا بقى خارج البلاد 4 سنوات وقوة أخرى وميليشيات تحتل بلاده ووطنه وأرضه، كما عن أي كان يتحدث قبل قليل على أن القوات التركية كانت ستحتل جزيرة سقطرة، وهذه مغالطة كبيرة، يعني يرمون الاتهامات هنا وهناك من أجل مصادرة السيادة اليمنية، من أجل احتلالها، من أجل صناعة ميليشيات داخل اليمن لكي تقودها السعودية والإمارات، ومن ثم تقويض أي دولة قيام أي دولة حقيقية في اليمن مبنية على العدالة، مبنية على الدولة الديمقراطية، مبنية على يعني النظام المحلي. هؤلاء لا يودون أي استقرار اليمن منذ الأزل، يجب أن نتحدث عن التاريخ، يجب أن نتحدث عن اليوم، هم كانوا جزء من المشكلة منذ ثورة 26 من سبتمبر عندما دعموا الإمامين، والآن يقوضون اليمن حتى في 94 دعموا الانفصال، نتحدث عن السعودية هنا. بالحديث عن الانفصال، عن الانفصال والقوى الانفصالية أستاذ إبراهيم، في هذه النقطة قبل قليل قال سيادة العميد، وأنقل السؤال إليك سيادة العميد، أنت قلت أن هناك يعني يجب على التحالف أيضا منع المشاريع الانفصالية، قلت قبل ذلك هذا الأمر عندما تطرقنا لمسألة منع سفينة تجارية من الوصول إلى ميناء بلحاف، لكن قيادة هذه القوى الانفصالية تسرح وتمرح في الإمارات في أبوظبي، أحمد بن بوريك من أشرت إليه هو متواجد هناك، كذلك قوة يعني عيدروس الزبيدي قائد رئيس المجلس الانتقالي، نائبه هاني بن بوريك متواجدون كانوا في أبوظبي ويذهبون ويعودون من وإلى أبوظبي، إذن كيف نفهم هذا الأمر؟ كيف ترضى السعودية بهذه التحركات وهذا الدعم للقوى الانفصالية التي تهدد وحدة واستقرار اليمن؟ جميل، دعني أجيبك، وأنا أزعم أني أفهم المشهد اليمني أكثر من ضيفك في أمريكا. اشرح لي إذن هذه النقطة. المشهد اليمني كالتالي، سأشرح لك بالتفصيل المشهد اليمني كيف كان. صالح والإصلاح كانوا ضد الحوثي من 2004 إلى 2010، الأحمر والإصلاح والحوثي كانوا ضد صالح، ثم الإصلاح والأحمر والحوثي وصالح ضد الحراك، ثم الحراك ضد الحوثي وصالح والإصلاح، الحوثي والحراك الآن أيديهم في أيدي بعض، ثم الإصلاح والحوثي أيديهم في أيدي بعض، والحراك والإصلاح مع الشرعية، كيف نقبل هذا؟ هذا طيب في كل هذا الأمر هناك قوى انفصالية تسرح وتمرح في الإمارات في أبوظبي، لماذا؟ ما هو موقف السعودية منها؟ سأجيبك يا أخي، لا تقاطعني يا أخي، وأنت تسمح لضيفك من واشنطن أن
أن يتكلم بكلام. سألت أكثر من سؤال، تفضل. بس أود أن أذكره أن يراجع لومبرت ورد سمو الأمير حمد بن سلمان، وأؤكد السعودية موجودة قبل أمريكا وقبل ترامب على المهرج. من يحمي السعودية هو المولى عز وجل ثم شعبها، لا لأحد علينا فضل ولا منا، نحن نعطي ولا نأخذ بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن من نساعد الشعب اليمني حاليا. طيب دعنا الآن نرجع إلى موضوع الحلقة سيادة العميد، لماذا تسرح القوى الانفصالية في أبو ظبي؟ ما هو موقف السعودية من شريكتها في التحالف الإمارات التي يعني تقولون إنهم مع بعض من أجل أو قوة مشتركة من أجل مواجهة المشروع الانقلابي في اليمن؟ ما هو الموقف السعودي من تحركات القيادات الانفصالية؟ أجبني عن هذه النقطة. أؤكد لك من جديد أخي الكريم أن هم اليمن هو هم داخلي للمتنفذين في اليمن، سواء بالانفصال، سواء عيدروس أو بن بريك أو باعوم أو توكل كرمان أو حمود المخلافي أو من يدور في هذا الفلك. مع الأسف أيضا من يحاول أن يؤكد على 4 مشاريع في اليمن حاليا، هي مشروع كهنوتي لاختطاف اليمن للجهات المجوس، ومشروع لمحاولة إحياء الدولة الزيدية من جديد وفرضها على اليمن عن طريق القوة، ومشروع كمان إصلاحي إخواني لخطف اليمن لمحمد عاكف. هناك مشروع انفصالي لا بد أن نوائم بين الأمور وأن يستعيد الشعب اليمني ثقته. لن تسمح المملكة العربية السعودية، وأؤكد دائما، لن تسمح ولن تذهب الإمارات بعيدا. يعني سيادة العميد في سياق كل ما يحدث في كل هذه المشاريع، السعودية لها موقف واضح من هذه المشاريع التي يعني تتحدث عنها الآن، باستثناء مسألة الانفصال. وجود أيضا أحمد علي عبد الله صالح ابن الزعيم المخلوع موجود في الإمارات أيضا على الرغم من كل القرارات الدولية، لكن السعودية لا تقدم موقفا واضحا تجاه هذه الأمور، لماذا؟ هناك صمت بالشرعية. أين الرئيس؟ نتحدث عن السعودية سيادة العميد. أين أحمد بن دغر؟ أين صوت الشرعية؟ لماذا لا تتحدث؟ كان صوتها خجولا في الرد على تهديد الانفصاليين. وأؤكد أن ما يحدث في فعل أو في عدن هو من مجموعات بسيطة مع الأسف اشتريت وبيعت في سوق النخاسة والمال القطري. القضية أهون بكثير من أن نكبرها ونضخم منها في الإعلام أو أن نستمع مثل هذا الكلام الذي مع الأسف خارج دائرة التاريخ. يعني نحن يعني أنا استغرب يعني سيادة العقيد، سألتك أكثر من مرة على نفس النقطة لكن يبدو أنك لا تريد أن تجيب عليها في هذا السياق. أنقل التساؤل الآن إلى ضيفي الآخر السيد القعطبي. يعني سيادة أستاذ إبراهيم، الخلافات اليمنية ليس فقط سيادة العميد هو ما يقول إنها تؤثر في الوضع، هناك حديث عن دعم كبير للحكومة اليمنية بالمليارات من قبل دول التحالف، لكن هناك ثقب أسود، هناك فساد في الحكومة الشرعية، لماذا لا تحملون الحكومة المسؤولية وتضعونها أمام التزاماتها تجاه الشعب اليمني؟ هذا ليس صحيح. أولا الأخ الضيف تحدث على 4 مشاريع في اليمن وأن اليمنيين هم من سيحلون مشاكلهم في أنفسهم في آخر المطاف. إذا كان الحديث كذلك فلذلك يجب على الإماراتيين والسعوديين أن يرفعوا أيديهم من اليمن وأن يجعلوا اليمنيين يتحاوروا فيما بينهم أو أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما يتحدث عن الشرعية وأنها هي المسؤولة، هم من يدعمون الشرعية، فلماذا يعني إذا كان ذلك هي المشكلة الشرعية وبقاء في المملكة العربية السعودية، فلماذا لا يطلبون من الشرعية المغادرة إلى اليمن؟ لماذا لا يوقفون يعني يسكتون صوت الانفصال الذي يدعمونه اليوم؟ أنا أتحدى أن المملكة العربية السعودية والإمارات أصدرت بيانا واحدا تدين ما دعا به المجلس الانفصالي قبل عدة أيام لتقويض الحكومة الشرعية والانقلاب عليها ومصادرة مؤسساتها، بينما ذهبوا. لكنهم يكررون بكل المناسبات الدولية سيد القاطبي أنهم مع وحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره. هذه كل البيانات السياسية في المحافل الدولية تتحدث عن هذه النقاط. أنا أتكلم هنا عن المملكة العربية السعودية وأتكلم عن الإمارات المتواجدة الآن
بقواها وعتادها داخل المناطق الجنوبية وبالتحديد في عدن والمناطق الجنوبية. يعني هناك ميليشيات تابعة للانفصال تقوض الحكومة الشرعية علنا مدعومة من الإمارات ومن السعودية. قبل يومين دعت إلى تقويض الحكومة الشرعية وأنها كما فعل الحوثيون في مناطق الشمال، ومن ثم لم نسمع حتى بيان إدانة واحدة. إذا كان الخليجيين في اليمن من أجل القرار الدولي، إذن الانفصاليين يناقضون القرار الدولي ويصبحون تهديد لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولن يدينه ولن يشنوا الحرب عليه، بل مونوه ودعموه من أجل تقويض الحكومة الشرعية. لا نستطيع اللعب بكثير من الخيوط و يعني يقومون بدعم كل ما يقوض الحكومة الشرعية ومن ثم يحملون الشرعية المسؤولية. أنا في اعتقادي كل ذلك لعبا على اليمنيين من أجل القيام ما تقوم به المملكة العربية والسعودية في اليمن الذي بات واضحا هو جعل اليمنيين مناطق متناحرة فيما بينهم. طيب في نقطة أستاذ إبراهيم، في نقطة هنا، السعودية أعلنت الآن عن يعني بعد الأزمة الاقتصادية، ونحن نعود إلى هذه الأزمة باعتبارها هي محور الحلقة الأساس، بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتدهور سعر الريال أمام الدولار إلى 780، أعلن الملك سلمان عن منحة للبنك المركزي ب 200 مليون دولار. أسألك سيادة العميد، هذه الاستجابة لا تراها ضئيلة أمام حجم يعني الأزمة الكبير في اليمن؟ في المقابل في نفس الوقت هناك مليار ريال دعمت فيها السعودية الأردن كوديعة، هناك 10 مليارات السعودية ودول أخرى قدمتها للبحرين في نفس الوقت الذي تعطي فيها اليمن بهذا الوضع الصعب بهذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة 200 مليون. هناك من يقول أن هذا الرقم لا يتناسب مع هذا الوضع وحجم الأزمة في اليمن. لماذا نتحدث عن 200 مليون دولار ولا نتحدث عن 2-3 مليار دولار دعم فيها البنك المركزي وذهبت شذر مدر؟ لماذا لا نتحدث عن دعم الملك سلمان لمركز الملك سلمان لليمن بأكثر من 13 مليار؟ لم تحظى أي دولة في العالم بمثل ما حظى فيه اليمن الشقيق من السعودية والإمارات والكويت. أنتم تعلمون أين ذهبت هذه الأرقام؟ بالنسبة لمركز الملك سلمان سيادة العميد، هو يملك، أين ذهبت هذه الأرقام؟ لماذا لا تعلن إذا كان هناك فساد ترونه؟ مع الأسف، نعم مع الأسف، وأنا أعتقد أن هناك تبديل في أولويات الاستراتيجية الإنسانية وإعادة الإعمار في اليمن ستظهر قريبا، لأنه ظهر مع الأسف أنه توزيع المواد الإنسانية والإغاثة والطبية توزع ببطاقة الإصلاح. هذا ما يريده الأخ من واشنطن، يريد أن تخرج السعودية والإمارات ليتمكن حزب الإصلاح وممنعه من الاستيلاء على اليمن. المملكة العربية السعودية عندما في كل موقف في مؤتمر في العالم هي شريك مع الدول العالمية، والقرار 22/16 يؤكد على سيادة اليمن، وهذا واحد من ثوابت المملكة العربية السعودية في السياسة الخارجية. لن نقبل لمشروع قادم في اليمن لا إخواني ولا انفصالي ولا حوثي، ولن يكون هناك يد تمتد لليمن قدرة سيادة العميد إلا وستبتر، لأنه لا بد أن نساعد مع اليمنيين الشرفاء. أما مع الأسف من يقتات على المال الحرام القدر فيبقى في مكانه. في سياق الحديث عن الأموال والمليارات هذه التي تقدم للمنظمات الدولية، هناك من يقول أن هذه الأموال تدفع للمنظمات الدولية لشراء صمتها، تدفع السعودية والتحالف هذه الأموال لشراء صمت المنظمات الدولية التي تنتقد أسلوب التحالف في التعامل مع المدنيين في اليمن والضربات التي تحدث ضحايا من المدنيين. هل هذا ما يحدث؟ هذا كلام غير صحيح عزيزي، كلام غير صحيح. والمنظمات الدولية لو شريناها كما شرتها قطر لكانت في صف السعودية. لا نلقي بالا للمنظمات الدولية بتقاريرها، لا تشكل موقف سياسي ولا قانوني، هي مجرد هراء تقوم فيه. نحن نقوم بالأعمال الحقيقية على أرض اليمن والشعب اليمني. لكن اليمنيون لا يستشعرون هذه المساعدات سيادة العميد، اليمنيون لا يستشعرون هذه المساعدات. هناك ثورة جياع يبدو أنها ستحدث في الأراضي اليمنية، خرجت مظاهرات في أغلب المحافظات. معظم هذه المظاهرات مع الأسف في سوق النخاسة.
اليمن يعاني، وأدرك أنه من أكثر الشعوب معاناة. اليمن قبل 2015 كان ترتيبه 168 من 186 دولة في العالم، كان أفقر دولة عربية، ندرك ذلك لأنه لم يوفق في قيادة سياسية تحكم اليمن بعدالة، كانت قيادة فقط من أجل القيادة الشخصية ونهب أموال اليمن أو تكديس الأسلحة التي قتل فيها الشعب اليمني. المملكة العربية السعودية تقوم بواجب لو وقف مع الشعب اليمني في الحد الأدنى من الإخلاص والأمانة دون فساد لكان اليمن. إذن المشكلة في الفساد في الشرعية. أعود بهذه النقطة إليك أستاذ إبراهيم القعطبي، يعني اليمنيون خرجوا بثورة، أنت تعرف إذن أن هناك فسادا في اليمن، الوضع الاقتصادي كان صعبا قبل هذا التدخل بالنسبة للتحالف العربي، لماذا مرة أخرى لا تحمل الحكومة المسؤولية في هذا السياق؟ لماذا لا تطالبون بإزالة يعني تغيير هذه الحكومة وتغيير أيضا، لماذا لا يغير رئيس هذه أيضا؟ أنا في اعتقادي أن أكبر كارثة حصلت لليمنيين هو وجود نظاما سعوديا بجانب وبجوارهم. هذه هي المشكلة الحقيقية والكبرى بالنسبة لليمنيين. هناك أموال نهبت من قبل المشكلة بلعت منذ أن أعطت المملكة العربية السعودية وحلفائها حصانة لنظام صالح الذين نهبوا ثروات الشعب اليمني والذين قتلونه والذين صادرون حقوقه. حتى إلى يومنا هذا لا المملكة العربية السعودية ولا دولة الإمارات العربية المتحدة تتجاوب مع المنظمة الدولية منظمة الأمم المتحدة بالكشف عن الأموال المنهوبة من قبل الشعب اليمني التي نهبها صالح ونظامه وعائلته، والكثير منها متواجد في الإمارات العربية المتحدة. هذه الأموال لم تستعاد للشعب اليمني بالدرجة الأولى. يعني إذا كانوا يدعمون الشرعية، هناك طرق لدعم الشرعية، ولن تأمين الأرض لها، تأمين المناطق المحررة، السماح لقوات الجيش اليمني بالانتشار في المناطق المحررة وليس العكس، يعني السماح بانتشار الميليشيات العميلة والمرتزقة للسعودية والإمارات في هذه الأراضي. وكما رأينا أيضا هم جلبوا الآن حتى في الحديدة مرتزقة جدد من قبل الذين يمولونه، وهو الآن ابن أخو المخلوع طارق عفاش الذي الآن يقود الميليشيات في المناطق الحديدة من أجل السيطرة على ميناء الحديدة، وأن يصبح هذا الميناء فقط يعني يتم التحكم عليه من قبل الإمارات والسعودية. هناك يعني انهيار واضح للحكومة اليمنية والشرعية اليمنية، وهو يعني أنا في اعتقادي أنه مخطط له من قبل الإمارات والسعودية. طيب، وهناك الآن على الأرض أيضا تظاهرات في أكثر المحافظات اليمنية، في مظاهرات التي كانت ترفع شعارات شكرا سلمان الآن تقول أنها لا تريد وجود التحالف. أسألك سيادة العميد، هل سنرى استجابة من التحالف تجاه هذه التظاهرات الشعبية؟ أنا أعتقد أنه على التحالف أن يعدل في أولويات استراتيجيته في اليمن، سواء العسكرية أو السياسية أو الإنسانية أو إعادة الإعمار، كل ما يتعلق بالمجتمع. وعلى الحكومة اليمنية أيضا أن تنشط في المناطق المحررة. الحكومة اليمنية هي واحد من أسباب ما يحدث في المناطق المحررة حاليا، ليس لها تأثير مقبول في إعادة البنى التحتية التي فقد اليمنيين في التعليم والصحة والبنى التحتية في المناطق الصرف الصحي، وحتى نقل الغايات التي ملأت الشوارع في تعز وفي عدن، وأن تساهم في عمليات عسكرية خاطفة لاستعادة الميناء الذي يرى الأستاذ إبراهيم من واشنطن أن السعودية لها مشروع هي والإمارات. ما يعتقد عن السعودية وموقفها من اليمن هذا اعتقاد يدل على عدائه للحق مع احترامي. المملكة طيب. العربية السعودية مع الحق، مع نصرة الشعب اليمني، وبالتالي سننجح وسننصر كل اليمنيين الشرفاء، وسنقضي على كل العملاء سواء من اليمنيين أو خارج اليمني. طيب، دعني أنقل هذه النقطة الأخيرة إلى الأستاذ إبراهيم القعطبي، هل سنرى هذه الاستجابة من التحالف أستاذ إبراهيم بعجالة؟ أي استجابة من التحالف؟ تمكين الحكومة من الموارد بعد هذه المظاهرات الشعبية الواسعة. كما تعرف اليمنيين خدعوا خدعة كبيرة من قبل التحالف، أن التحالف أتى
من أجل يعني إنهاء الانقلاب والسعادة الشرعية، ولكن بعد 4 سنوات من ذلك التحالف وجد اليمنيين أنفسهم أن التحالف نفسه يدمر اليمن ويصادر حقوقه أكثر من الحوثيين ومن ميليشياته. اتضح لليمنيين أن المملكة العربية السعودية والإمارات لديها مشاريع مصالح في اليمن، احتلال، مصادرة حقوق، مصادرة سيادة، مصادرة كل ما تمتلكه الحكومة اليمنية. فلذلك أنا في اعتقادي أنه وجود التحالف هو سيكون معضلة حقيقية أمام سعادة الدولة، أمام الاقتصاد اليمني، أمام بناء اليمنيين لدولتهم الحديثة. أشكرك إذن أستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك، كما أشكر سيادة العميد حسن الشيري الخبير العسكري الذي كان معنا عبر الهاتف من الرياض، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. لكم التحية مني أنا وجيه سمان ومن الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.